أخوكم محمد عبد الله يبلغكم التحية والسلام. كان لي حديث معه اليوم، والحقيقة أنه هو أيضا أجرى حديث إعلامي حقيقة في مستوى عالي على موقع عربي 21، اللي أجرى معاه حديث. قبل ما نقرأ لكم جزء مما أجراه على السريع، محمد عبد الله زارت زوجته وأولاده في زيارة سريعة جدا، سمحوا لهم بها، ومعنوياته عالية جدا. اتصاله مع إخوانه هناك في اللي راهم محجوزين معاه جيدة، الحمد لله. هو قدم مساعدات لإخوانه المحجوزين، وعددهم حوالي 43 أو 44 جزائري بالمناسبة. والتعامل تعامل مهني في البداية كما قلنا كان سيء، لكن الآن تعامل مهني وقانوني. وطبعا الاتهامات مرة أخرى ناقشوا معه بعض الشرطة قضية الاتهامات، وقال لهم أنتم تعرفون أن هذه الانتهامات سخيفة وتافهة وليست صحيحة، لكن السؤال اللي طرحوه لهم واللي حتى تكلم عليه في هذا الموقع، لماذا تخضع بلد مثل إسبانيا، هي دولة قانون والمفروض أنها دولة حريات ودولة ديمقراطية وعاشت الدكتاتورية العسكرية إلى آخره، لماذا تعاود وتكرر ما يقول عصابة البلاد؟ في الحوار اللي أجراه يقول، من بين ما يقوله: الاتهامات التي وجهت لي الجهات الأمنية الإسبانية تقوم على أساس أني أشكل خطر على الأمن الإسباني وشركاء إسبانيا، في إشارة تحديدا للنظام الجزائري، وأنني كنت عسكريا سابقا، وأن ذلك من شأنه أن يدفعني لاحتمال استعمال السلاح، وأنني على علاقة بالجبهة الإسلامية والجية، وهو كلام خاطئ تماما ولا يسنده واقع، ولكنني لا أنفي، يشدد على ذلك، لا أنفي علاقتي بمعارضين جزائريين يسعون لقيام دولة مدنية. واعتبر عبد الله أن الاتهامات الإسبانية باطلة، بل أن جزء منها، اسمعوا مليح لهذا المقطع، جزء منها منقول حرفيا عن اتهامات وجهتها لي عصابات النظام الحاكم في الجزائر. أنا قريت التقرير تاع الاتهامات، مقطع أساسي كان وجهوه له في عملية الدقيوس اللي متهم فيها أيضا أخوكم أمير وعبود وأنا وهو، مقطع منها شفناه من ثم وشفناه في الاتهامات. يضيف باش ما نطولش عليكم: من الغريب فعلا أن يتم توجيه اتهامات لي بالعمل على إسقاط الدولة الجزائرية، والصحيح أنني معارض سياسي للنظام القائم وليس للدولة، وأن كشفي لملفات الفساد يقوم به كبار جنرالات ومسؤولي النظام الحاكم في الجزائر هو الذي جعلهم يضغطون بشدة ويطالبون بتسليمي إذا استطاعوا ذلك. ويضيف هنا: ربما الضغط الإضافي هنا أن تعيين الجنرال يحيى والحاج، علي يحيى والحاج، قائدا للدرك، تعيين هذا الجنرال قبل أسبوعين، أرى زاد من الضغوطات، لأنني سبق وأن أثبت بالدليل تورطه في تعذيب في التسعينات. اسمعوا هنا وش يقول على هذا الجنرال، مقطع صغير جدا نوريه لكم وش يقول فيه محمد عبد الله قبل فترة على هذا والحاج. يحيى علي والحاج اللي كان حكينا عليه مرارا وتكرارا، يحيى علي والحاج هذا الضابط المجرم اللي كان في سنوات التسعينات في ولاية تيارت وقام بجرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، قتل أشخاص عزل، وحكينا على واحد شخص يسموه شاشوة، هذا شاشوة هذا تم تصفيته بدم بارد وفتحوا له صدره، وكان كاين واحد الجدارمي في الكتيبة نتاع السوكر قام بتوثيق الجريمة، صورها وعطاه للأهل نتاع شاشوة، هذا أعطاهم صور، هذا هو يحيى علي والحاج، هذا كان كابيتان آنذاك، وتم توثيق الجريمة، ولما وثقوا الجريمة الأهل نتاع هذا الشاشوة كتبوا إلى مجلس القضاء نتاع ولاية تيارت، ولم يستجب لهم القضاء، ملا تلقاو مع واحد القاضي حر شريف وجههم أنهم يكتبوا إلى المجلس أو إلى المنظمة السامية لحقوق الإنسان، كتبوا داروا رسالة ورسلوا فيها الأدلة، وهذه المنظمة كتبت إلى الجزائر عن طريق الرئاسة وقال لهم فتحوا تحقيق. هذا علي يحيى والحاج تم حمايته من طرف أزلام
النظام. هذه من الأسباب اللي يعليه يحيى والحاج زاد من غضبه، لأن هذا الكلام كان قال محمد عبد الله وأعاده عندما عين قائد الدرك الوطني. المعلومات التي لدينا تقول أن طائرة جزائرية نقلت أحد كبار الجنرالات، مانيش عارفين إذا هو والحاج شخصيا أو نائب نتاعو أو جنرال مخابرات، لكن المعلومات اللي عندنا أن قبل إلقاء القبض على محمد بحوالي 3 أيام كانت هناك طائرة نقلت وفد عسكري برئاسة جنرال، ممكن كانوا معاه على حسب المعلومات 3 ضباط آخرين. وأن الترجيحات اللي عندنا، أقول ترجيحات مازالت ليست قرائن، هي قرائن مازالت ليست أدلة ثابتة، هو أنه جاء شخصيا باش يضغط على الإسبان باش يعتقلوا محمد عبد الله. محمد عبد الله لن يسلم بإذن الله، وهناك معركة قائمة، والمعركة هي معركة إعلامية ولكنها قانونية أيضا، وأيضا معركة تقومون بها أنتم أيها الأحرار، مثل هؤلاء اللي كانوا في باريس اليوم أمام سفارة إسبانيا، مملكة إسبانيا. رفعوا أخوانكم، رفعوا صور وشعارات منددة بمقتل جمال رحمه الله، وشعارات منددة بتسليم إبراهيم الإعلامي من طرف فرونتكس، يعني هذه القوة البوليسية الأوروبية، إلى العصابة. إبراهيم الإعلامي راه في وضع صحي سيء وفي ظروف صحية سيئة جدا، وكنت قريت لكم الرسالة نتاعه أول أمس. وأيضا نددوا أساسا باعتقال محمد عبد الله ومحاولة تسليمه. هذه الاحتجاجات والمظاهرات نتاعكم أقلقت، وأستطيع أن أقول لكم هذا بدون أدنى مبالغة، أقلقت الإسبان. والآن الموضوع يتسرب إلى الصحافة الإسبانية، صحيح أن العالم كله مشغول بما يحدث في أفغانستان وهذا الزلزال بالنسبة إليهم، لكن مع ذلك كتبت عليه اليوم هذا موقع وحى عربي 21، كتب على أخونا محمد عبد الله، وهناك صحافة دولية ستكتب أو بدأت تكتب في الملف. احتجاجاتكم سواء أمام مركز في برشلونة أو أمام سفارة إسبانيا في بريطانيا أو في باريس أو في نيويورك أو في مونريال القنصلية أو كلها جابت نتيجة، أو في إيطاليا ميلانو أو في جنيف أيضا إخوانكم اللي تظاهروا، حتى في بريكسل كانوا قلة لكن تظاهروا، هذا كلها راح تجيب نتيجة، لأن يعني في النهاية يشوفوا ميزان القوة ويشوفوا بأن هذا الشخص إذا كان الناس يتظاهروا عليه بهذا، هؤلاء مش راحين يتواطؤوا على إنسان مجرم والله يجوا يدافعوا عليه أبدا، يعرفوه باللي مناضل ومقاوم، وهذه مظاهرة وهذه الاحتجاجات تؤكد ذلك. خوتكم كتبوا في الرسالة باش نقرأ لكم النسخة، والحقيقة أنهم نشروها بلغات 4 وهذا شيء جميل جدا، نقرأ لكم النسخة العربية وبعدين راح ننشروها عندنا أيضا. خاوتكم اللي وجهوا رسالة للسلطات الإسبانية كتبوا فيها كالتالي: نحث السلطات الإسبانية على احترام حق اللجوء السياسي فيما يتعلق بالناشط السياسي السيد محمد عبد الله الذي يعيش في إسبانيا منذ عدة سنوات، وأن تتجنب بكل الوسائل تسليمه إلى سلطة إجرامية في الجزائر. يجب أن تعلموا أن رفضكم مساعدة السيد إبراهيم الإعلامي الذي سلمتموه إلى السلطات الجزائرية هو خطأ تاريخي، لأن الأخير يتعرض للتعذيب من قبل دائرة الاستعلام والأمن DRS الإرهابية، المخابرات الإرهابية في الجزائر. حي الله أحرار البلاد في كل مكان، حي الله إخواننا المعتقلين، حي الله زينو رحال، وحي الله أخونا مغنين، وحي الله تجاديد، وحي الله شكرابي، وحي الله قيرة، وحي الله بككرية، وحي الله طاهر بوتاش، وحي الله طاهر بوتاش، وحي الله كثير الأسماء تتزاحم في ذهني الأسماء إلى حد كبير، إسلام طبوش وغيره من الأحرار اللي راهم مسجون، وفيصل دريد وسامي درنوني وكل الأسماء
أسماء الأحرار اللي راهم معتقلين عند هذه العصابة.